أهلا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ ما هي حكاية المرة السابقة؟ نعم، كانت عن شجرة الصيف. أتطلع كثيرا لمعرفة من صديقنا الجديد الذي سيظهر اليوم. هل ننطلق مباشرة الآن في رحلتنا؟ النحلة جاءت اليوم بصحبة الخنفساء المنقطة. جلست الخنفساء المنقطة فوق جسمي وتكلمت: هذا مريح أكثر ويجعل مزاجي أفضل أكثر من الأماكن الأخرى. وأجبت: أوه حقا، شكرا، أكون سعيدة أنا أيضا عندما يكون أصدقائي سعداء هنا. نعم، هذه المرة سنرسم الخنفساء المنقطة وأوراق الشجر بألوان الفلوماستر. أولاً نرسم الخنفساء المنقطة. هكذا نرسم جسد الخنفساء المنقطة ونرسم العين أيضاً بشكل لطيف وكبير هكذا. ونضع النقوش الدائرية على الجسد أيضاً. هكذا نرسم النقوش. ليس من الواجب أن نرسمها بألوان الفلوماستر. نعم، بعد ذلك نرسم الأرجل هكذا بشكل صغير. ثم نقوم بتلوين جسم الخنفساء المنقطة.
ثم نقوم برسم الأوراق التي تجلس فوقها الخنفساء المنقطة. هكذا نرسم الأوراق، وهكذا أيضاً نضع النقوش عليها. وبجانبها نرسم العديد من أوراق الشجر. وبعد ذلك نرسم ببعض الخطوط مجموعة الأعشاب التي تنمو في الجوار. وبعدها نجهز أدوات الألوان المائية. نضعها في الماء هكذا، ثم نلون ألوان الشجر. ويمكنكم التلوين بطريقة مختلفة عني. وبعدها نلون باللون الأخضر هكذا. وبعدها نقوم بخلط اللون الأصفر واللون الأخضر الزرعي.
ويمكن أيضاً استخدام الماء بصورة كبيرة. وتكون الألوان أكثر نعومة كلما زاد الماء. وسأستخدم الماء أكثر في تلوين الخلفية. هيا نقوم بتلوين الخلفية بكل حرية. ما رأيكم في استخدام قليلاً من اللون السماوي؟ واستخدمنا اللون السماوي في الفراغات البينية بهذا الشكل. نعم يا أصدقائي، هنا قد اكتملت رسمتنا. هل قمتم بالرسم جيداً؟ لقد ظهرت صديقتنا الجديدة الخنفساء المنقطة، ولأنها قالت إنها تشعر بالراحة، يبدو أنني أصبحت أشعر براحة القلب أيضاً. ولهذا أنتم أيضاً يا أصدقائي، حاولوا بحرية رسم الشجرة التي تشعرون براحة لها، وأراكم على خير في المحاضرة القادمة. إلى اللقاء!